السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نیو اسلامک ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورۃ النساء کا رکوع نمبر 19 پڑھیں گے. سورۃ النساء مدنی سورت ہے. اس سورت کی 176 آیات اور 24 رکوع ہیں. آپ نے میرے ساتھ اس رکوع کو ریوائز کرنا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ رکوع اچھے سے آ جائے گا. سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلے, جب بھی کسی حرف کے ساتھ حروف مدہ یعنی الف واو اور یا ہوں گے تو اس حرف کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے. دوسری کنڈیشن, جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر, حرف کے نیچے کھڑی زیر اور حرف کے اوپر الٹا پیش ہوں تو اس حرف کو بھی ایک سیکنڈ لمبا کرنا ہے. تیسری کنڈیشن, جب بھی کسی حرف کے اوپر مد ہوگی تو اس حرف کو بھی لمبا کریں گے. مد کی دو اقسام ہیں, چھوٹی مد اور بڑی مد. چھوٹی مد کو 3 سیکنڈ جبکہ بڑی مد کو 5 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی گرین حروف آئیں گے ہمارے اس سبق میں ان کو موٹا کریں گے, پنک حروف پر غنہ کریں گے جبکہ بلو پر قلقلہ کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وَأَن تَنكِحُوهُنَّ
والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس
ناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.